معنا الدكتور محمد المصباحي. دكتور محمد، مساء الخير على حضرتك اولا. مساء الخير يا فندم استاذ احمد، كيف حالك ولكل مشاهدي صدى البلد؟ اولا ممكن لو سمحت تعرف سيادتك للساده المشاهدين، حضرتك مين؟ انتوا موجودين ليبيا، ايه الموقف الان؟ ممكن تعرف سيادتك الاول المشاهدين؟ تمام. تحية ليك ولكل مشاهدينا عبر قناة البقرة. أنا رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، الذي يمثل كل القبائل الليبية في ليبيا من الشرق والغرب والشمال والجنوب. هذه المجلس الذي يضم وتشكل في ترهونة في يوم 20/2020، وشهد له العالم حضورا الذي لم يسبق له مثيل، اطلاقا حشد شعبي قبلي لزعماء قبائل ومشايخ القبائل بهذا الشكل. امبارح شفتوا ازاي رسائل السيد الرئيس فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، مواجهه الارهاب والمرتزقه في ليبيا والغزو التركي الى ليبيا، كيف قراتم رسائل السيد الرئيس؟ وايضا ماذا تمثل للشعب الليبي هذه الرسائل القويه من جانب مصر؟ هذه استجابة لمطالب الشعب الليبي، هذه استجابة لمطالب الشعب الليبي حققها أمس الزعيم عبد الفتاح السيسي، الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ بدبلوماسية عالية وراقية. عندما بدأ بالحوار، بدأ بفتح الأفاق أمام الاثنين، أمام الطرفين، عندما كانوا الليبيين طرفين مختلفين. الآن أصبح هناك احتلال وغزو لليبيا، غزو عثماني تركي يريد فيه العودة إلى العثمانية المقيتة. هذا المعتوه، اسمح لي أردوغان. نعم هذا المعتوه الأردوغاني، ومعه تنظيم الحمدين تميم، ومعه التنظيم العالمي للإخوان، يريد أن يجعلوا من ليبيا بؤرة للدمار وبؤرة للخراب. وبالتالي أصبحت ليبيا بثرواتها وبخيراتها الموجودة الآن، خطوط التنقيب وخطوط الآن لسرقة الرزق المالي الليبيين لتمويل هذا التنظيم. وعقدنا في أكثر من مرة مجلس الأعلى لمشايخ وعي ليبيا، دعونا لتفعيل الاتفاقيات الدفاع العربية المشتركة، دعونا مصر الأخت الكبرى لليبيا للعرب أن تفعل الاتفاقية الثنائية ما بين ليبيا ومصر التي وقعت في 92 بشأن الدفاع المشترك. نحن الآن نتعرض لغزو تركي يريد أن يحتل بلدنا، احتل ممتلكاتنا، مورس علينا الإرهاب بأساطيلهم من البحر والجو، والآن بالمرتزقة الذي يجلبهم من كل مكان. هذه المرتزقة المؤدلجة والغير مؤدلجة الذي يستغل فيها ظروف الناس المادية ويجز بهم بطائرات وعبر البحر ليأتون هذه المعركة، هذه ما سيفتح بهم جبهة غربية لمصر، وسيفتح بهم جبهة لأوروبا، وسيبدأ فيه تبادل لعمل منتشر في كل مكان. هذا تدمير للأمة، ليس لليبيا فقط. وما يحصل الآن في ليبيا هي معركة قومية بامتياز. هذه المعركة التي يجب أن يهب العرب جميعا، ونحيي من هذا من بركم الدول العربية قياداتها الذين استجابوا وأيدوا ما تفضل به السيد الرئيس أمس. نحن الآن نتعرض، عمر ما كانوا جند خير أجناد الأرض يتحولوا إلى غزاة. نحن ندعو إلى دعم القوات المسلحة العربية الليبية وجنودها البواسل والشباب المتطوعين من أبناء القبائل مع هذه القوات. وما حصل في ليبيا هو احتلال تركي، يجب أن يفهم هكذا، أن هنا احتلال يريد به احتلال وإعادة تدوير العودة، ومحللينهم ومثقفينهم يتكلموا على أن هناك أخوة ما بين ليبيا وتركيا، فسبقها بكلمة المليون تركي في ليبيا. أي مليون تركي يتكلم عليه في ليبيا؟ ثم يضع خريطة ليبيا أمامه ويتكلم أنه هو حرر ترهونة وحرر المطار وحرر طرابلس وحرر حررتها من حررها من هلها هل 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 هذا هل هذا هل هذا هل هذا وبعدين أي علاقة بينه وبين هذا دكتور محمد، خلي حضرتك عايز حضرتك تشرح لنا البيان اللي صدر اليوم من المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبيه، هدفكم من هذا البيان ماذا؟ ايه الرساله من هذا البيان؟ احنا المجلس الاعلى لمشايخ واعيان القبائل الليبيه. مشايخ واعيان. مشايخ واعيان القبائل الليبيه. وهذا الجسم الوحيد الذي اقروه الليبيين في ترهونه ممثل شرعي للقبائل الليبيه. نعم.
يعني اليوم انعقد المجلس. أيوة. بعد قليل سيوزع على وسائل الاعلام هو تعيين لهذا طبق لقناه هذا البلد ولبرنامج تحديدا ان تأييد لما تفضل به السيد الرئيس وتاكيد على دعم القوات المسلحه لتحرير ليبيا كامل التراب الليبي من هذا الوجود المستعمر. هل بتقول عملت اجتماع اليوم؟ نعم عقد اجتماع وصدر بيان والبيان الان سينزل بعد شويه على القنوات لنسجل تسجيل الاجتماع مكانه في نقل مباشر وفي حضور رئيس المجلس الاعلى والناطق الرسمي تلا البيان وبحضور الممثلين القبائل من اغلب مناطق القبائل اللي